حوالي نص وزن جسم الإنسان بيتكون من مئات العضلات. العضلات دي هي المسؤولة عن حركة هيكل الجسم وحركة الأعضاء الداخلية. النسيج العضلي خلال جسم الإنسان دوره أنه بيسهل وظائف الجسم بواسطة التغير في الشكل والطول. الانقباضات العضلية هي المسببة للحركة اللي بتسهل وظائف الجسم. يوجد ثلاث أنواع من العضلات، وهم العضلات الهيكلية skeletal muscles، والعضلات الملساء smooth muscles، وعضلات القلب cardiac muscles. العضلات الهيكلية المتصلة بالهيكل العظمي بتحرك الجسم بواسطة الاستجابة لإشارات عصبية من الجهاز العصبي، والعضلات الملساء موجودة داخل معظم أعضاء الجسم وبتستجيب لهرمونات وإشارات عصبية غير إرادية من الجهاز العصبي. العضلات الملساء بتنقبض وتسترخي علشان تحصل على مواد وتحركها خلال الجسم. عضلات القلب بتستجيب لإشارات عصبية غير إرادية من خلال جهاز التوصيل الخاص بيها في القلب. نبضات القلب هي عبارة عن انقباضات لعضلات القلب واللي دورها إنها تضخ الدم لجميع أجزاء الجسم.